أما أهل السنة والجماعة فيتوسطون، يثبتون الكرامات الصحيحة. أما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذا ليس كرامات، وإنما هو شيطنة وابتلاء وامتحان، ويطير الساحر بالهواء ويمشي على الماء ويحصل له أشياء لكن بفعل الشياطين، ويخبر عن أشياء غائبة لأن الشياطين تخبره، الشياطين تخبره تأتيه بالخبر إلى منه عبدهم وخضع لهم خدموه. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فإذا تقرب الإنسي إلى الجن، شياطين الجن إذا تقرب إليهم وخضع لهم خدموه، وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنس، فيظن الجاهل أن هذه كرامة، وهي ليست كرامة وإنما هي شيطنة. فينبغي التنبه لهذا في أمور الكرامات، لا تنفى مطلقة ولا تثبت مطلقة، وإنما يفصل فيها حتى يكون الإنسان على بصيرة. نعم.